السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي والإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع. سلام الله عليكم أجمعين، تحية طيبة لكل إنسان. جمعة مباركة وطيبة على كل إنسان فوق الأرض. الطيبون فقط، الخيرون فقط، أما السيئون مردهم إلى الله وإلى المؤمنين لكي يلجمونهم. لا إله إلا محمد رسول الله. الجمعة 84، غير الفم يقولها الجمعة 84. والله يا جزائريين، شوفوا فهموا مليح، والله يا شعب الجزائر، يا جزائريين خاصة اللي قاعدين في الديار، ضيعوا في فرص رهيبة للفوز بالجنة. أعلى درجات الجهاد قول كلمة حق عند سلطان جائر، أنك تصطع بالحق. معظم العلماء الأجلاء قالوا كلمة حق، سجنوا واعتقلوا لكن فازوا بالجنة بإذن الله. فيهم الصالحون يرى أحد العلماء مات يرى في الجنة، يقول له شعمت، يقول له هذا الحاجة أني قلت هذه الكلمة الطيبة أو وصلت هذا الرسالة كانت سبب نجاتي ودخولي إلى الجنة. الله عز وجل أعطاكم فرص باش يعني كيما نقولوا حنا تولوا فعلا مسلمين، تخدموا لاخرتكم. زاد لكم حاجه اخرى وانتم ساكتين وشايفين، سكروا المساجد. قلت لكم والله يا شعب الجزائري لو تخرجوا في حراك فعلا بضخم بزاف، تخرجوا بزاف، ما تخرجوش من المساجد، الحكومه راح تفتح المساجد لانها تصبح ما عندهاش قيمه سياسيه. هما مسكرين المساجد من اجل الحركة. اذا شافوك ما خرجتوا من غير المساجد من بلايص اخرين ودرتوا حراك، اوتوماتيك ما راح نحلوا المساجد. تصبحوا درتوا اجر عظيم انكم فتحتوا بيوت الله. تنتظروا الحكومه تفتحها؟ الحكومه مش راح تفتحها حتى تكمل الانتخابات. على بالي يسكتوا الشعب، يفوتوا هذه المسوده الدستور ويفوتوا هذه الاستفتاء الدستور، ومن بعد شويه يحلوا لكم طريق، يفتحوا الطيارات وهذيك ويقول لك باش يكرموا الشعب ويزيدوا يحلوا المساجد باش يكرموكم، باش تقولوا الحمد لله راهم فتحوا المساجد وراهم فتحوا الطيارات. ويخرجوا علماء السي سي بي يقول لك راهم حلوا المساجد. انا لاني شفت هذاك كيسموه يا ربي جلول الحجيمي، جابوه في التلفزيون يسقسي فيه، قال له راهم يقولوا لكم بلي راكم علماء السي سي بي، واش تقصد بهذه؟ قال له رانا كنا خرجوا من السي سي بي. قال له لا لا، قال له هذه كلمه جايه من الغرب، تسمى من عندنا حنا، تسمى واش هو القصد منها؟ حبوا يخلوا المساجد بلا ائمه، يخلوا المساجد بلا ائمه. رب عذر اقبح من ذنب، رب عذر اقبح من ذنب. هذا هو القصة. احنا نخلو المساجد بلا ائمة؟ على احنا قلنا لكم ما تصلوش بالناس، قلنا لكم يا ناس ما تروحوش للمساجد. ولا كان جيت راجل، انت راجل صح، انا نوجه لك هذا الكلام ليك انت، لاني كذا مرة نشوفك انت في الواجهة دايرتك تم المخابرات باش تخذل الائمة الباقيين، رابطة بك الائمة الاخرين. والله لو ما كنتش خامش والله ما يخلوك تروح للصدارة. احنا الحاجه الوحيده اللي قلنا لك طلع صروك على الاقل في هذاك المنبر تاع الاذاعه والتلفزيون، كنت قلت لهم على راكم مانعين صلاه الجمعه، على الاقل تكون عندك شويه رجوله مثل الشيخ حماداش طلع قال لهم هذا امر لا يليق بالمسلمين، منعتهم الصلاه، صلاه الجمعه اهم صلاه في الصلوات الكل. تصحي في وجهك تقول هذه راها جايه من الغرب، منطق النظام، نفس النظام يتكلم هذه جايه من الغرب، وكأننا احنا من بني صهيون ولا مانيش عارف، مانيش جزائريين ومانيش مسلمين. سبحان الله، اصبح ان الناس اللي ما لهمش علاقه بالامامه ولا هم ائمه ولا هم حافظه القران يغارون على الدين ويغارون على الاسلام ويغارون على المساجد اكثر من هذا النعاج. انتم نعاج، خرفان، خرفان تملؤون البطون، املأوا البطون يوم القيامه من جهنم باذن الله. طلع تقول هذا باش ما يكونوش للمسجد ما يكونوهاش ائمه، تعتبر نفسك امام انت. والله انا واحد من الناس، والله ما نصلي موراك، بالحرام ما نصلي من وراك، فاسق وفاجر كيما انت والله ما نصلي موراك. الا لعنه الله على الكاذبين. واليوم جمعه، قلنا لكم احنا ما تكونوش ائمه، قلنا لكم قوموا بواجبكم، قولوا للمنكر لا،
قولوا لمن أصلحت أصلحت ولمن أفسد أفسدت. قولوا كلمة حق، لماذا تغلقون المساجد والشواطئ مفتوحة؟ لماذا تغلقون المساجد وانت وجماعتك رحتوا في كيدعوكم رحتوا تتحاشروا كي يوم الهوشر كي الزوين في الزريبة رحتوا ثم اجتماع علاش بغيت يناقشوكم على مسودة الدستور؟ ثم كانش كورونا كي رحتوا ثم اجتمعتوا كل تلميتوا على الزردة باش تاكلوا تعمروا بطونكم باش يدفعوكم السي سي بي. زاد قال لك لا الوزير يخلص من السي سي بي كأن الوزير هذا ملك، ما هم كلهم سفهاء مثلك، سفهاء مثلك والله ما تفرق عنهم السفاهة إلا أنك أنت عندك لحية وما عندهمش لحية، لحية عتروس، لحية عتروس جدي لا أكثر ولا أقل. إحنا قلنا لك المساجد ما يكونش عندها أئمة، ألا لعنة الله عليك إلى يوم الدين، رب عذر أقبح من ذنب. صح في وجهك طالع، صح في وجهك زعما، صح في وجهك وبوشتي سفهاء حال الهضره ما يعرفوش يهضروها. مثل ذاك الوزير السفيه طلع قال هذه ماهيش صحراء، وكان الصحراء طلعوا لك اهل الصحراء شتموك، الصحراء ولات يا اما منفى يا اما يضرب بها المثل في القحط والخراب والفساد وقلت القيمه، مع ان والله الصحراء خرجت رجال، الصحراء قسما بالله لخرجت رجال واحرار، الصحراء والله العظيم لخرجت رجال. المقاومه الفرنسيه في الصحراء والله لكسر خيشومها، كسر خيشومها في الصحراء. اصبح يضرب بها المثل انها يا اما منفى يا اما قحط، خلاص ما فيهاش، كانوا تبرعوا من الصحراء، يدو غير منها، يدو منها الفواتح برك، يا الذهب يا البترول واهلها. لا لا ما كانش يتعاير ونورمال ويتسبوا نورمال، ما تحشموش والله ما تحشموا، اقسم بالله ما تحشموا. انا شفت الفيديو قاعد تتكلم، شوف انت اصلا، انت اصلا انا نقول هيك، انت اصلا خامش ومعفن، خامس ومعفن وعيب عليك. اي انسان، اي انسان امام يتبع واحد كيما انت. احنا قلنا لكم ان نحول الائمه من المساجد، هل سمعتونا؟ قلنا لكم هذه نحو الائمه، نحن نقول لكم افتحوا المساجد، قلنا لكم روحوا طالبوا حق بحق شرعي، شرعي اللي شرعها الله عز وجل ان تفتح المساجد. كل دول العالم فتح المساجد الا في الجزائر مغلقه بسبب سياسي، وطلع الوزير قال لكم السياسه باش ما يخرج منها الحركه. روح قول له لا لا يجوز هذا شرعا، طلعت صح في وجهك، هذه جايه من الغرب، جايه من الغرب، جايه من الغرب. احنا في الغرب حابين نطلعوك السراويل، بصح انتوما تحبوا تنزلوا سراويلكم لانكم من صغركم نزل لكم السراويل، لانكم مرخص ومطحن، من صغركم مطحن ومزلتوا مطحن، حاطينكم باش يربطوا الناس بكم مثل عمار الميني مدينون على نقابه المتقاعدين والمجروحين المبليسيين ومش عارف باش يدمرهم. انت واحد من هذوك الناس مجنداتك المخابرات باش تدمر الائمه، رابطين بك الائمه لا اكثر ولا اقل. كلمه الحق وما تمشي يعني تهضروا فيها ومن بعد تجي تقول الله اكبر تستنى الناس يصلوا من وراك، عيب وعار. توقف تقول الله اكبر ومستقبل القبله مودع الدنيا من وراك، والله اكبر واقف قدام رب العالمين وانت منافق وعارف انك فاسد، حتى كلمة الحق ماكش قادر تقولها، خايف انك تقول كلمة الحق. منبر رسول الله ما يوقفش فيه اللي يخاف، ما يوقفش فيه اللي يخاف. منبر رسول الله عنده ناس بايعين الدنيا بالاخرة، بايعين الدنيا بالاخرة، يعرفوا واش بينهم وبين رب العالمين. مش تاع استوديوات ونتاع سي سي بي، زيدونا في الخلصة برك. قال انا خرجنا ليه وخرجنا ليه، نهار خرجتوا قلت لهم زيدونا في الخلصة. شفنا هذيك الوقفة اللي درتوها، وقفة احتجاجية، زيدونا في الخلصة، زيدونا المقارون، زيدونا في العلف، زيدونا نعلفوا شوية. ونهار خرجوا الناس في الحراك، خرجوا برا يصلوا الجمعة برا ويخرجوا منها، خرجتوا انتوما درتوا تنديد لا لا لازم مش عارف ولا يجوز ولات والصلاة برا ولات كلونديستا، كلونديستا يصلي كلونديستا، عمرها ما صارت في التاريخ، فرعون وما دارهاش. مواطن هارب من الحبس، من هذيك المسلخه اللي راها ثم الحقره والظلم، مواطن هارب من الوطن، الهروب جريمه الهروب من الوطن تعترفوا انها حبس، لان الانسان ما يهربش الا يهرب الا من الحبس، ما يهرب عمره ما يهرب من الوطن اذا كان وطن، درتوه حبس. تعلمتوا تهينوا الشعب وتسبوه من كبيركم من صغيركم المطحن بيكم بولادكم من خماش المعفنين، عفستوا على الشعب
اعتديتوا على كرامته وعلى شرفه وعلى امواله ونهبتوه حقرتوه تعديتوا عليه ومزلتوا تصحوا في وجوهكم وتفضحتوا ومزلتوا تصحوا في وجوهكم. ايش قبح لكم ربي هذه الوجوه؟ هذه الوجوه تاعكم ما ادري واش غاسلين بشركم غاسلين وجوهكم، اللي غاسل وجهه بلاصيد وما واش كيما نتوما. ما بقات لكمش حتى قطره تاع دم في وجوهكم تستحوا بها، ما كانش ما كانش ما كانش. قبحكم والله لا تؤفكم. اللهم زلزلهم زلزالا عظيما يا رب العالمين، اللهم هز قواعدهم ودمر أركانهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم إنا استضعفنا فانتصر. الله لا يتربحكم. حيا الله أخواتنا في بويرة، سبحان الله عاودوا رجعونا ذاك الحماس تاع الحراك بذخم، خرجوا الناس وبارك الله في واحد الشيخ قال لك والله ماني حابس. اي والله ماني حابس، قال لكم والله ماني حابس، قال لكم والله ماني حابس. هادو من الرجال اللي كيعزموا على حاجة يجيبوها، يعزموا على حاجة ينفذوها ويديروها، كي يعزموا على حاجة ما يحبسوش حتى تتنفذ. هذا هو القلب ذو الحرور، القلب الحار، القلب اللي يبني مش يهدم، القلب اللي يوقف على حقه. راك طالب على حقك، من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. احنا ما قلناكش روح موت، قلناك نوض، قول كلمة الحق برك، قولوا كلمة الحق. حيا الله خاوتنا في مصر، شوفوا المصريين صبروا صبروا ومن بعد انفجروا، انفجروا مناضوا من كل الشوارع وكل الاماكن. ربي يتم لهم بالخير ان شاء الله، ونتمنى وما تصرى لهمش الغلطات نفسها باش يجيو حزب النور وحزب الزور يزيد يضحك على عقولهم، والاحزاب السياسيه الفاسده كما داروها في الجزائر يجيو يضحكوا على عقول الناس. قال لك هذو مسلمين داير لي لحيه وطربوش، لحيه وطربوش، وطالع الصلاه ما مانعينها امر سياسي ماهوش قادر يقول له هذا حرام هذا لا يجوز. ومن بعد يجي يقول لك راها الغرب، من الغرب الكلمه جايه من الغرب، ما حبوش تكون المساجد تكون عندها ائمه. شوف اسيدي، شوف اسيدي، هذا السفاهه والتفاهه اللي طالعه منك. قبحك الله، قبحك الله، قبحك الله يا يا يا, يا خسيس، خسيت يا نذل، خسيت يا نذل. حبينا نصنعوا منكم رجال تكون عندكم قيمه وتكون عندكم فعلا مهمه الامام انه يستعب الحق. وقت ما تكثر الفتن يخرج برا، يخرج وسط الناس باش يحارب الفتن، مش يتخبوا في المساجد ويتخبوا عند نساهم ومن بعد يطلع يشرك على فمه ويقول لك ما يحبوش يكونوا عندنا ائمه. احنا قلنا لك ما تكونوش ائمه في الجزائر، ولكن الجزائر الجزائريين يبنوا المساجد يبنوها بدراهمهم، مش محتاجين دعم من الدوله. احنا ما نكونوش ما نحبوش تكون عند، احنا حابين تكونوا عندنا ائمه، ائمه تاع الصح، ائمه اللي يقول كلمه الحق، ائمه اللي يتكلم في مشاكل الامه. كيكون كاين مشكل في الامه، مشكل الربا يتكلم في الربا، كيكون مشكل الزنا يتكلم في الزنا، كيكون مشكل الفشل يتكلم في الفشل، كيكون مشكل البطاطا يتكلم في البطاطا. اي مشكل يكون موجود يتكلم فيه ويعالجه، مش المشاكل غارقين فيها الشعب الجزائري، غارق في مشاكل الكل، وانتم مازلتوا تتكلموا على قص ظفرك. واحد قص ظفرك، ظفر عندك في خنونتي، باش خرج خنونتي، اش دخلك فيه؟ بدل تريكو راه مسخ، بلاك تريكو هذا تصور به يا طحن، انت يا ليك والله غير تتصور به وتروح ويا العراس، الله ينعل والديك. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم درك بدات تتكشف الامور، جا هذاك الجنرال الامريكي مد ملف هذاك بوق الشيطان تسمى دركا، يعني خارجه طاي طاي ان الجيش الجزائري لازم ينضم لجيوش القوى الكبرى باش يحاربوا به. شوفوا يا امهات الجزائريين، انا نتكلم على الامهات والاباء، الى راكم درك انتوما قاعدين في الديار تستناو حتى يدوك ولدك ولادكم يدوهم للدول مستضعفه مثل مالي ونيجر كونغو طوغو، ممكن يديهم حتى الاماكن كيما الجزائريين بكري داوهم للفيتنام، داوهم للفيتنام، فرنسا داتهم للفيتنام، قاتلوا بهم في الفيتنام باش يدوا لك ولادك الثم ورجعوا لك في صندوق ويقولوا لك شهيد. انا نقول لك جهنم وبئس المصير، لانه راح يقتل في ناس اصلا ما بينه وبينهم والو، ممكن حتى مسلمين. السيسي راح خرج الجيش تاعو يقتل به في خاوته في اليمن، ويقتل في الناس في سيناء، ودخل به من ليبيا. انتم قلتوا لا هذا حرام، بصح ترضاو باش ولادكم يخرجهم فرنسا تقاتل بين في مالي وفي النيجر ومش عارف وين، ترضاو حاجه كيما هكا؟ اذا راضين بحاجه كيما هكا وقعدوا في الضياع،
قعدوا في الديار بصح تعرفوا حاجة واحدة، أن ولادكم اللي إذا ماتوا القاتل والمقتول في النار، وولدك راه ظالم، كيدوه تديه فرنسا تحارب به في أي دولة أخرى، راه ظالم ظالم ومعتدي، أو مو الشهيد، راه جهنم وبئس المصير. فإذا أنتم راضيين اقعدوا في الديار، اقعدوا سخنوا الكراسة وقعدوا. الآباء إذا أنت راه راضي ولدك يدوه يحاربوا به، تديه فرنسا تحارب به في مالي ولا في النيجر ولا حتى في ليبيا، لأن ما مش راح يقول كيوافقوا على هذا ومشوا هذا الدستور، ما مش راح يقدروا يقولوا لا لا، يجيبوا لهم الكار ويخملهم في الكيران كينعاش. شكون دارها أتاتورك من قبل؟ كان يخمل الجيش التركي يديرها في الكيران ويوصله وين ما ينحروه بالاتفاق مع بريطانيا، يقولوا له عندنا حرب في اليونان، يجيب هو الجنود ويدخلهم وهم دايرين لهم فخ اصلا تما، اصلا يكونوا يستناو فيهم يقتلوهم كل، يرجع غير اتاتورك بوحده وعصباني يقول لك تبليسيت قدره ربي انا منعت، بصح الجيش كل مات، كانوا يخرجوا في الجيش العثماني كل يقتلوا فيه قتل 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 باش دمروا تركيا ودمروا الدوله العثمانيه ودمروا المسلمين. رانا التاريخ يعيد نفسه، دروك انتوما تقروا ولادكم هذو ولدتوهم باش تروحوا تحبوا بهم دول فقيره ومستضعفه كما مالي والنيجر، اذا راضيين بحاجه كما كقعدوا في الديار اقعدوا، الله يسهل عليكم بينكم بين ربي، ما نحن الا نذر، يعني نقول لكم واش كاين واش ما كاينش، رانا نخبروا فيكم امام الله نشهد، اللهم انا بلغنا اللهم فاشهد، اللهم انا بلغنا اللهم فاشهد، اللهم انا بلغنا اللهم فاشهد. والخيار ليكم انتم، انتوما اللي تخيروا، قعدوا سخنوا الكراسه وقعدوا، خبزوا الكسره وكلوا ورقدوا، نهار يدو وليدك يدو ولادكم يدوهم يرجعوكم في صناديق، اذا رجعوا اصلا، اذا رجعوكم في صناديق ما تخرجش تزغرتي تقول هذا شهيد، ما هو شهيد، لانه راح معتدي على دول مستضعفه، نيجر مالي طوغو كونغو مش عارف، الفقراء اللي حابه تستعمرهم فرنسا يستعمرهم بولادك انت، ما هو الشهيد، ما هو لا شهيد ولا تزغرتي ولا تدي هذا في الدرابو تاع الجزائر، لان الله العظيم يصبح عليك عار، يصبح عليكم فعلا عار. بلغنا اللهم فاشهد، لا اله الا الله محمد رسول الله. خير حاجه ديروها حمله انسومي اللي ندوا بها ناس بزاف، حمله انسومي هذه من يعني الشباب عارفين باللي بيانا وبماتنا ما قراوش ما فهموش، ممكن خايفين ممكن الله اعلم، لكن الشباب عنده وعي، حمله انسومي ما تروحوش الجيش، خلي اولادهم هما يروحوا يحاربوا، خليهم يدوا اولادهم الوزراء اولاد الجنرالات اللي راهم عايشين برا في النعيم بدراهم الجزائريين يتبرطخوا، كون غير جاو عايشين معيشة الاحترام، عايشين معيشة العار، مخدرات وخمر ودعارة، خليهم يروحوا هما يجندوهم، وخلي يدوهم خلي ولاد شنقريحة ولاد قايدي ولاد علي بن علي ولاد تبون، راه ما سيدي كبار ويعرفوا صلاحهم، يجيبوا ولاد القايد صالح، يجيبوا ولاد ويدو معاهم نعيمه فايحي طهراوي، هذوك البرلمانيين كل يدوهم يروحوا يجندوهم، باسكو راهم سنيه وقابلين على هذاك القرار، هما مرفعوا يديهم باللي قابلين، خرجوهم هما يلبسوهم الكومبا ويدوهم لثم، مادام هما قابلين اللي قابل يروح، عليكم بحمله انسومي، ما تنفذوش الاوامر، اذا وصلت لهذه النقطه ما تنفذوش الاوامر، لان القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار، وما راكش تدافع على بلادك، راك تدافع على فرنسا باش تستعمرك بيك، تستعمر هي الدول الافريقيه اللي كنت انت تقول عليهم مساكين وفقراء، تروح تزيد تكمل عليهم انت، تروح انت تزيد تكمل عليهم مساكين وفقراء كي تكون برا، بصح كي يلبسوك الكومبا تروح تحاربهم وتقاتلهم من اجل فرنسا ومن اجل امريكا ومن اجل دول اخرى، تروح تقتل المستضعفين، كي يقتلوك هو عنده حق، راه يدافع على بلاده، شافك انت مستعمر جاي تقتل فيه وتقتلو في ولادو، كي يقتلك عنده الحق، يدافع على عرضه ويدافع على ارضه، اما انت علاش راك رايح ثم تقتلو؟ علاش رايح ليه؟ صار كي كان حفتر يهدد او جايب معاه روسيا، ما خرجوش الجيش على جهه ليبيا باش يحاربوا حفتر، لا لا دروك قال لك يخرجوه تحت غطاء الامم المتحده، وكان الامم المتحده كانت تحارب في حفتر ولا تحارب في واحد اخر،
ما الأمم المتحدة يا تحارب، يا تدمر في اليمن، يا تدمر في سوريا، يا تدمر في العراق، يا تدمر هادو كل راهم يدمروا في الدول العربية. يبقى نتايا بيك راح يزيدوا يدمروا دول أخرى. فأحسن حاجة اقعد في داركم، مهرب اللي ما تروحش. حملتين سومي ما كانش هذه تعب بالسيف، تديني أنا خروف تجرني أنا نروح نقتل الناس ونموت، والله تسمى أنا يا خاين البلاد. شوف يا سيدي، شوف انقلبت الموازين، اللي يقول كلمة الحق يولي خاين، والدجالين كل عطاهم المنابر ولا هما اللي اصحاب الحق. هذه كل الغلطه تاع الشعب وتاع الائمه وتاع الناس اللي قار وفاهمين وساكتين، والله لا تتحاسبوا عليها يوم القيامه، والله لا تتحاسبوا عليها، قسما برب السماء غير تحاسبوا عليها. سكوتكم هذا جريمه، جريمه في حق الشعب، وجريمه في حق الجزائر، وجريمه في حق الدين، وجريمه في حق هذه الامه. والله لا تتحاسبوا عليها، والله لا تتحاسبوا عليها، والله لا تتحاسبوا عليها، واشهد عليها يوم القيامه انكم سكتتم، انتم ساكتين، ذل وطحين، خوف. الاولى انك تخاف من رب العالمين، مش تخاف من بنادم كيما انت بوزوج كرعين، كي تدخل طواليت تتخرج نفس الشيء مثلك مثله. لا اله الا الله محمد رسول الله، استغفر الله العلي العظيم. الله يبارك فيكم، اجمعوا رواحكم، الشعب الجزائري مش بشرط تخرجوا غير بالجمعه، الله يبارك واللي يخرجوا بالجمعه، بالسبت، بالحد، بالاثنين، بالاربعاء، ديروا لهم نهار، تفاهموا بينكم وبين بعض. انا قلتها من قبل ان الشباب تاع عنابه لازم تكون عندهم علاقه مع الشباب تاع قسنطينه، تكون عندهم مع تاع الجزائر، كل الشباب في الجزائر تكونوا شبكه بينكم وبين بعض. الاحرار تكونوا شبكه بينكم وبين بعض، تتفقوا على يوم معين تخرجوا فيه كامل بالنساب الرجال، خاصة النساء والرجال اللي قاعدين في الديار. شيوخك معليش اخرج، راه يدوا ولادك كي الخرفان يدوا ينحروهم، اخرج، ما تدافعش على الجزائر، دافع على الاقل على ولادك، على الاقل على ولادك، ما يموتلكش كافر رايح مهاجم على دولة اخرى مستضعفة راح يقتل في الناس. ما ماتش ثم يرجع لك كريمينال قتال، واش راح يرجع لك؟ يرجع لك دافع على بلاده، كيفاش دافع على بلاده؟ مالي راح تهجم عليك، ماشي راح تهجم عليك، انت راك راح تستعمر فيهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله. شفت واحد اللائحه، واحد الانسان رفض واحد اللائحه، لا اله الا الله محمد رسول الله، قال لك الوطن انا وانت، ليس انا او انت. والله اذا تقصد بها طوائف الشعب عادي عادي، ما عندناش مشكل، لكن اذا تقصد بها هذوك الناس اللي من جندتهم عبله باش يدخلوا، لا هذوك يا حنا يا هما، يا حنا يا هما، ما كانش هادي تاع مع بعض. باش دير انت تحالف مع تاع عبله تاع المخابرات، وجا تقول لي هذه تسمى دير تحالف مع النظام، تعاود ترجع الخماج لبلاصتو ويزيد يسيطر عليك، ومن بعد تقول لي هذه انا وانت، هذه مش ما فيهاش انا وانت، هذه يا حنا يا انتوما، قالها لكم الحراك يا حنا يا انتوما. اما قضيه ان الشعب مع بعضه انا وانت، ايه احنا كل مع بعضنا، احنا كل مع بعضنا، الشعب كامل راه مع بعضه، كل الشرفاء وكل الناس اللي يحبوا البلاد وكل الناس اللي يحبوا الخير للبلاد ويحبوا البلاد تتحرر، رانا مع بعض، كبير صغير طويل رقيق ما يهمش، كل مع بعض. اما بعض المتنطعين اللي طالعين باسم المخابرات زعما كونكوا، قال لك سياسيين، واحد يدير حزب سياسي حاب يركب فوق ظهر الشعب، وواحد ما راح يدير جمعيه قال لك نروح نديروا لقاء، يعني باش معمل لقاء مع من راح تتلاقى يحاجي ويفسر بوحده، وتجي تقول لي انا وهو، مانيش انا وهو، مانيش انا وهو، هذيك يا انا يا هو، يا انا يا هو. كملنا، نزيدوا واحد النقطه. البارحه انا تكلمت على بعجه، قلت بارك الله فيه لانه تكلم فيه شيء اختصاصه اقتصاد، هو تاجر ويعرف الاقتصاد، طلعوا ناس قال لك هذاك راه كان مع توفيق، كان مع توفيق، لما كاينش باش تدخلني فيها انا، انا قلت حطوا رئيس، قلت لك ديروا وزير حزب، قلت لك روح جيبوا ديروا رئيس حزب ولا رئيس دوله. حنا قلنا بارك الله فيه لانه تكلم في الموضوع اللي يفهم فيه، نقول للمحسن احسنت ونقول للمسيء اسأت. انسان اذا تكلم في مجاله الله يسهل عليه، هذاك مجاله الاقتصاد، هو تاجر يفهم في الاقتصاد، تكلم في الاقتصاد، قلنا بارك الله فيك، هذاك حدك. تدخل في السياسه يدخلوك في متاهات وانت ماكش فاهم فيها، كيما نضرك يجي انسان يدخلني في السياسه انا ما نفهمش، انا ما نرضاش ندير حاجه ما نفهمهاش، طبعي هك، طبعي هك، طبعي باطك، ما عرفش كيفاش تحل ما نمسهاش، نمسها تتكسر،
على الله نخليها حتى يجي انسان يفهمها ونقول له حل بركه لا اكثر ولا اقل. رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده، اللي يعرف حده ويوقف عنده هذاك انسان متزن. نزيدو نناقشوا واحد النقطه، قال لك راك درت العنوان تاع امير هذا غلط، راك كتبت امير بيسك هذا ما يعنيش الفيديو. شوف انا نقول لك واحد الكلمه درك، انا هذه حاجه ما فهمتهاش. شوف من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كتبت انا فيديو ردا على الاستاذ العربي زيطوط، دخلت 80,000 80,000 انسان يفي 80,000. درت على امير دخلت 60 70,000 80,000 توصل حتى ل 100,000. مع ان انا طرحت سؤال، ماذا حصل في حدث في محاكمه امير؟ هذا سؤال، لكن دخلت 80,000. درت فيديو سميته كيف تكون رجلا، دخلت 7,000. درت فيديو 18 بلس 18 زائد 18 دخلت 80,000. يعني منطق والله العظيم غير ما فهمتكمش. 18 بلس دخل 80,000، واش راكم تحوسوا نتوما؟ اش بيكم؟ كيف تكون رجل دخل 7,000 بنادم؟ ما تصحوا نفوسكم شويه، صحوا نفوسكم. انا خارج لها طاي طاي النهار حليت هذه القناه، واش قلت لكم؟ قلت لكم القناه هذه حليتها بع اللي فيا الداخل، الحاجه اللي فيا قاعد نهضر فيها صالحه اديها الله يبارك، ماهيش صالحه قول لي خويا بضاعتكم ردت اليكم، نقول لك الله يجازيك بالخير. قلنا كلمه تنفع نفعنا بها الناس كان بها، ما نفعتش الناس ردها لي يقول لي ماهيش مليحه، نقول لك الله يجازيك بالخير، كش ما عندك حاجه مليحه هات. انا نتعلم من 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 ما فياش الكبر، ما نتكبرش، باش نقول لك انا نعرف كل شيء، انا ما نعرف والو. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب. كملنا. واطلبوا العلم من المهدي الى اللحد. يموت الانسان ويبقى يتعلم، ونهار يموت يوقف عند ربي يسقسيك ربي تقول له يوما او بضع يوم. شحال قعدت في الدنيا؟ يوما او بضع يوم. يعني كل شيء يروح من مخك. تظهر باللي انت احمر خلق رب العالمين، ما تعلمت والو ما فهمت والو. قانعين بهذه الهضره وفاهمينها. بصح المنطق يقول ان الانسان شاف فيديو كيف تكون رجلا، يعني على الاقل يدخل يشوف شنو هذا، كيفاش تولي راجل؟ سبحان الله، نعلموا ولادنا نعلموا شباب. تدخل 7,000 بنادم بارك الله فيكم الله يجازيكم بالخير، تحط لها دسويت بلاش تدخل 80,000 و90,000. سبحان الله سبحان الله. حابين نحروا بلاد، حابين نحروا بلاد، يعني المنطق ماهوش راكب. كتبنا على امير هذه دخلت 80,000 90,000 الله يجازيه بالخير، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كتبنا على العربي زيطوط دخلت 80,000 90,000. كتبنا لكم حل المشاكل دخلت 4,000 و5,000. على الاقل ادخل اسمع شوف واش كاين. قاعد نقول لك بالك حاجه تنفعك بالك حاجه ما تنفعكش، الله اعلم. بصح يعني مادام تبع ديزويت بليس وتبع الهف والهف، يعني اش بكم؟ هنا خلونا شويه واقعيين، نقعدوا شويه واقعيين. نهار حليت القناه هذه قلت لكم القناه هذه حليتها حاب نبع اللي في قاعد نهضر معاكم بالك انها حاجه نافعه. دوزيام قلت باب رزق، باب رزق. انا ما خبيتش عليك، ما جيتش كلحتك، ما جيتش تقول لي انت درك راك دير في المشاهدات، ما انا قلت لك باب رزق. غدرتك انا جيت نقول لك راني ندير لك في السياسه وما عندي حتى حاجه في غرض وهادي، ومن بعد وليت نكلح فيك. ما خرجناك طاي طاي، ما خرجنا ربي عليا. سبحان الله، ما تجيش درك تعاقب عليا انا وتقول لي لا مش هك ومش هك. فهم روحك. لا اله الا الله محمد رسول الله. بون نرجع لواحد النقطة، كنا تكلمنا على واحد الشاب من مستغانم، ربي مسكين يبارك له، عنده 4 بنات ولا 4 ولاد، 4 يعني 4 من الذرية، والحالة ضنك، وراحوا ناس شافوه لقاو الحالة كارثية، ما يسكنش في مستغانم، يسكن خارج مستغانم، خارج مستغانم. وقلنا لكم يا ناس اللي قادر يعاونوا لله في سبيل الله يتبرع له ولو بالقليل باللي يقدر عليه. عارف بلي كاين ناس يسكنوا في عنابه، ناس يسكنوا في الصحراء ممكن حابين يتبرعوا، بصح بعيده باش يروحوا المستغانم. انا طلبت منه السي سي بي تاعو، درك نحط لكم رقم السي سي بي تاعو واسمه، واللي قادر يتبرع له ولو ب 10,000 فرنك بارك الله فيه والله يجازيه بالخير. اللي ماهوش قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نزيدوا النقطة الثانية، رحم الله والديكم. تكلمنا على العائلة المغربية، يعني درك حنا 6 شهور 7 شهور 8 شهور حنا نتكلموا، آخر الأيام هذه ما كان حتى واحد اتصل فيا. فرحمة على والديكم، أي إنسان قادر يتبرع لهذ العائلة ولو بالقليل الله يجازيه بالخير، وربي يكتبها له حسنة يوم القيامة، وتمنع عليه بلية في الدنيا، ولعل وعسى يعني تنفعه يوم القيامة.
عائلة مقربة فعلا، وهم تعشموا فينا احنا خير، تعشموا فينا خير، يعني كما يقول لك اللي يدق الباب تاعك ما تردوش خايب. نتمناو اي انسان قادر يتبرع ولو ب 50 اورو 100 اورو 10 الاف، اي شيء يقدر يتبرع به الله يبارك فيه ويجازيه بالخير، يتصل في القناة نتاعي وانا نعطيه رقم هذه العائلة، وبينه وبينهم وبينه وبين ربي. الله يجازيكم بالخير وربي يحفظكم والله ينصركم. استودعكم الله، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.